النهارده امتحان الفيزياء بصراحه يعني دكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم اسف النهارده الامتحان يعني ادى كان شديد وغايه في الصعوبه، ويعني كان حالات بكاء وانهيارات واغماءات وبعد الامتحانات بصراحه، وناس كانت زعلانه جدا والاسر كانت زعلانه جدا والطلبه كانوا زعلانين جدا. يعني التاريخ كان كويس، تاريخ النهارده للادب كان كويس، انما الفيزياء النهارده كان صعب جدا وشكوى رهيبه جدا، لدرجه احنا عاملين تقرير من الامتحان. الطلبه بيتكلموا على اسئله خارج المقرر، اسئله تحتاج يعني في غايه الصعوبه، ليها اكتر من اجابه بعض الاسئله، شكاوى كثيره، كان محتاج وقت اطول، يعني كان في صعوبه شديده جدا. واحنا هنا بنناشد الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم، مصلحه الطلبه اولا، مصالح طلابنا اولا، ولازم يشوف يعني خبراء الوضع الاسئله وضعوها ازاي وعلى اي اساس، وانت النهارده يعني بتخترع اسئله، يعني انت يعني يا جماعه طلبه سنه، يعني بتضيعوا سنه على الطلبه، بتضيعوا سنه عذاب وتعب وفلوس ومصاريف واسر سهرانه وطلبه سهرانه ومذاكره وصعوبه ودرجه حراره وكهرباء بتقطع عليهم. يعني لازم نساعد الولاد، لازم نساعد ولادنا، ما ينفعش حد يفرض عضلاته كده ويعمل امتحان يزعل الولاد ويبكيهم، ما ينفعش والله. لازم نراعي الكلام ده. سيادة الوزير دكتور رضا حجازي، الطلبة النهاردة زعلانين بجد، وأنا أما شفتهم بصراحة زعلت. أما شفت التقرير والأهالي بيشتكوا والولاد بيعيطوا والبنات بتعيط، ومهازل يعني، مهازل امتحان الفيزياء. وإحنا بنعمل إيه؟ بندمر ولادنا ولا عايزين ولادنا ينجحوا ربنا يكرمهم ويتعلموا كويس؟ يعني ايه الثمن اللي بيدفعه الاسر النهارده؟ ايه الثمن اللي بتدفعه الاسر النهارده؟ طبعا ده المراجعه قبل الدخول، لكن بعد الدخول بعد ما خرجوا شوفوا بقى الولاد عاملين ايه النهارده؟ شكاوى رهيبه جدا، اسر قاعده منتظره بره، الله يكون في عونهم، كلهم الله يكون في عونهم. اسر واولاد شايفين حاله الحزن اكنه عزا. والله اكنه عزا، يرضي مين الكلام ده؟ يرضي مين ان البنات يخرجوا الولاد يخرجوا بيعيطوا النهارده؟ احنا ايه رايحين نمتحن عشان نخرج فرحانين وسعداء ولا يبقى منظر الاسر كده قدامنا كده يا خبر ابيض؟ ليه يا جماعه سياده الوزير؟ والله في مهزله النهارده امتحان الفيزياء، مهزله اللي انتوا اللي حضراتكم بتشوفوه ده، لازم تشوفوا الكلام ده ويتراجع الكلام ده. ارحموا ولادنا وبناتنا، امتحانات معقول يبقى ده مشهد يوم امتحان النهارده؟ اسف شديد، اسف الشديد، امتحان النهارده لا لا، وانا بقول لا بمعنى كلمه لا، لازم نشوف وزي ما بقول كده مصلحه ولادنا اولا، بلاش نظلم الطلبه، بلاش نظلم الولاد، بلاش نظلم الاسر اللي تعبانه واللي سهرانه وشقيانه. والله العظيم اعرف اسر بتبيع، مش عايز اقول ايه، عشان يعلموا ولادهم، ما بيصدقوا يخلصوا تعليم، يعمل لهم مشكله تاني وتاني لا قدر الله. يعني ليه؟ امتحان رعب زي ما الطلبه قالوا، قال لك امتحان مرعب بالنسبه لنا. يعني حتى على فكره في مدرسين قال لك الامتحان ده صعب، مدرسين بيتكلموا على صعوبه الامتحان،